أهلا وسهلا بكم يا نظر عيني، يا نظر عيني، مرهون قلبي بكم يا أهل الحامية، يا أهل الحامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ملتقى النشامة. حياكم الله جميعا، وحيا الله هذه الوجوه الطيبة في مضافة الشيخ عبد الفتاح محمود العرب أبو محمود. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله. طبعا القبائل العربية والعشائر العربية أينما تواجدت وأيا كانت الظروف تبقى مضافاتها عامرة، لأن رأس مالها الطيب والكرم والنخوة العربية، لا تتأثر بالموجات الاقتصادية ولا بالحروب ولا بالنزاعات، لأنها حيث حطت رحلها فتحت مضافاتها للضيوف، وكما أسلفنا تعتمد على الأمور المعنوية من طيب الملقى وكرم الضيافة، ومكانتهم موجودة وحاضرة أينما كانوا. معنا الشيخ أبو إسماعيل. حياكم الله يا هلا. حياك الله شيخ أبو إسماعيل. طبعا كونك يعني أحد أفراد العشيرة الكريمة في هذه المضافة الطيبة، وسبق وتكلمنا معك كعضو في مجلس شورى القبائل والعشائر السورية، الآن نلتقي بك في مضافتك الخاصة. طبعا هي المضافة خاصة بجميع النشامة وجميع الضيوف، يا حي الله، حسب ما رأينا من اللحمة العشائرية. الشيخ أبو إسماعيل، طبعا سبق والتقينا معك في مجلس شورى القبائل والعشائر وكانت لك كلمة مميزة، الآن أنت في المضافة الخاصة بالعشيرة، فيا حبذا يعني تعطينا صورة عن مجالسكم وعشيرتكم. يا حي الله ومرحبا من ممشاكم الفاكم، الله محييكم على عدد ما درج دولابها في مضافات العرار بالشمال السوري. المضافة تعود للعرار، عشيرة العرار آل حميد بني خالد. ونعم، هاي العشيرة يعني بعد ما تعرضت لعدة هجرات من مأرب للجزيرة العربية للرافدين لبلاد الشام، استقرت في شحشبو مثل يقولون عمود الحمى، واليوم رأينا ما رأينا من تهجير على يد الروس والنظام السوري، فدقينا عمود الحمى مثل يقولون بالشمال السوري، وكل ديرة الرجال ديرة. والله محييكم أبو عبد الله أنت وكل ملتقى ونشامة، ملتقى النشامة في راديو الثورة. حياك الله يا أبو إسماعيل. العرار عموما هم يتوزعون على عدة قرى في شحشبو، وبرا شحشبو نجيت على ريف حلب موجودين، ونجيت بدرعة موجودين، فهي عشيرة يعني واسعة الطيف على مستوى البلاد الشام. طبعا خلال سؤالنا لأبائنا والأجدادنا الأولين عن هاي العشيرة وانتماءاتها، طبعا هي منتمون لسلالة آل حميد الخالدي. طبعا بني خالد لها عدة دويلات أقيمت في الجزيرة العربية، دولة الجبر آل جبر معروفة، دولة آل حميد، دولة آل عرعر. طبعا هاي الدول كان لها مقارعة مع القرامطة والروافضة والبرتقاليين على شط الخليج العربي. والحروب يعني دائما وابدا مآلها للتهلكه. فكانت يعني انتشرت على مستوى بلاد الرافدين وعلى الجزيره العربيه. ويقول احد شعارها بن عرار يقول: اذا زف الرحيل بركب هند جرى دمعي دما من فوق خدي، فضمتني الى نهدى قالت تمتع من شموم عراري، فما بعد العشيه من عراري. هي عشبه كانوا يقطنون فيها بالاحساء والقطيف، تطلع ريحتها ما بين العشاء والمغرب، هي تسبب تسميه العرار. نعم. فما بعد العشية من عراري، شايف شلون؟ نعم. فيعني يقولون عرب كل من يعني له تاريخه له واقعه. نعم. واحنا نقول لكم الله ونا محييكم ويا ميت سلامكم. حياك الله. شيخ ابو اسماعيل، احنا سمعنا يعني منكم طريقة بالترحيب مميزة. يمكن الاخ جاي حياكم والله، انا اخونا ابو زيد عبد الله، مثل يقولون العرب يقولون طالوقها بالشعر.
وجاي والله ودعم منه. تفضل. بدنا عاد نسمع من اخونا عبد الله مهيئ لنا شيء من الشعر للترحيب. حياكم الله جميع، وحيا الله بهالجمع المبارك، وحياكم الله من ملفاكم من مبداكم، كل خطوة ألف هلا ويا مرحبا ويا مسهلا على فنجال وعلم رجال. وأقول مبداي بسم الله بخط المكاتيب الواحدة المغير عطفه نريده، رب كريم يسوق مزنه تساحيب وبدنه تسير كل عسرة شديدة يا الله. ومن عقبها السوق قاف التراحيب بل يلفونا من مسافة بعيدة. ونعم مرحبا بحضوركم يا صاحب اهلا هلا بعداد برق رعيده. الله محييكم وفي شوفكم يا جواد انسى المتاعيب وش وتشفى جروح القلب لوهي خميده. نعم وتستاهلون الطيب لا يا هلا الطيب، ومن اجلكم مليار مرحب نزيده. اسلم. عز الله انكم دوم بعلى المراتيب والعزوه المعروف منكم رصيده، بحضوركم نرقى بروس المراقيب ومن دونكم دنياي ما هي سعيده. عند العرارة اليوم خلوة قريبة اللي لهم تاريخ حافل صعيدة. كفو. نعم والله أهل الكرم والطيب وأهل المواجيب وذبح الشلايا عادة ما هي جديدة. عند الشيخ اللي يفك النشايب وملاب تنبلهوش قروم عنيدة. نعم ديوان أبو محمود حصان الطلايب وياما على الطولات فعوله سديدة. سبعة. نعم والله هذا سبعة. الكلام بدون شك ولا ريب وجاكم سلامي ضمن خط القصيدة وسلامتكم. صح لسانك ترشانك. حياكم الله جميعا. يا مرحبا. حياك الله أخي أبو حسن. ونعم منك. حياك الله أخو أبو حسن. طبعا أي مجلس أو أي ديوان في هذه البلاد يعني يدور فيه حوار لابد أن تكون الثورة الشامية حاضرة فيه. ممكن تحطنا بصورة يعني الوضع عندكم، العشيرة أين كانت وأين تقف الآن من الثورة الشامية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحن عشيرة العرار قبيلة بني خالد في جبل شحشبو وفي أماكن أخرى. من أول يوم قامت الثورة فتحنا مضافاتنا وبيوتنا للثوار والنازحين من بطش النظام المجرم. مشهود لكم والله. وقدمنا أبنائنا ودعمناهم بكل ما نملك من سلاح ومن ذخيرة ومن أمور ثانية تدعم الثوار، وقدمنا العديد من الشهداء ضد هذا النظام المجرم في سبيل الله وسبيل الوطن. نعم. وفتحنا بيوتنا ومضافاتنا للثوار وجعلناها مأوى لكل الثوار من أنحاء البلاد السورية عامة. والآن أخي أبو حسن لازلتم مصرين على الثورة؟ سنقف مع الثورة لآخر رجل من عشيرة العرار أو قبيلة بني خالد، واقفين حتى يسقط هذا النظام المجرم وتتحرر كامل الأراضي السورية إن شاء الله. طيب أخي أبو حسن، أنتوا كقبائل وعشائر في سوريا يعني نستطيع أن نجعل الثورة هي مفرق طرق. نعم. هل يعني لو تحطنا بصورة الوضع قبل الثورة وبعد الثورة، شو اللي اختلف على العشائر؟ شلون كنتوا وشلون صرتوا؟ قبل الثورة كانت العشائر مهمشة من النظام المجرم من حافظ الأسد وابنه بشار الأسد، وكان يعني تحركات العشائر مراقبة من الجهاز الأمني. ولما بدأت الثورة أخذت العشائر حريتها مع الثورة وشاركت في كل المجالات، فأي قضية يختلف عليها الثوار أو المجاهدين فكانت تنحل في مضافاتنا يعني، ونوفق بين الثوار جميع، وأخذت العشائر يعني مكانها في الحكومة، حكومة الإنقاذ أو الحكومات اللي ضمن الثورة. نعم. أي تشكيل أي تشكيل أنتوا جزء منه. نحن جزء منه، العشائر جزء من أي تشكيل ضمن الثورة. أبو حسن يمكن الملاحظ أنه أبناء العشائر موجودين بكل الفصائل، لذلك كان لهم دور قوة أنه يوحدون الصف أنه يجمعون الناس. نعم. من هاي الفكرة. نعم نعم. ساعة عشيرة العرار ومن حبذا قبيلة بني خالد مع العشائر الأخرى والقبائل في الشمال السوري المحرر إلى توحيد كلمة الثوار جميعا ووحدة الصف وكلمة رجل واحد. نعم الله يجزيكم الخير، ما تقصرون أبو حسن، إن شاء الله النصر يكون حليفكم بإذن الله. تسلم يا طيب. الله كريم إن شاء الله وتعالى.
شيخ أبو إسماعيل، كل عمل يعني له نتائج، وأنتم كقبائل وعشائر سورية يعني قمتم بمشروع متكامل من خلال مجلس شورى القبائل والعشائر السورية، من خلال مشاركتكم في كل يعني نقاط ومفاصل الثورة. هل حققتم شيء من أهدافكم، أم متى يكون الوصول إلى الأهداف؟ حياك الله أبو عبد الله، والله سؤال وجيه ويقفل عنه كثيرون. نحن يعني نقدر نقول لك أنه الحمد لله رب العالمين استطعنا أن نحقق أهدافنا وبغيتنا من أول لحظة، ألا وهي كلمة الحق، وصدعنا بها في جامع العمري، في ساحة الساحة الساعة في حمص، في حلب، في كل المحافظات السورية كانت كلمة الحق تشار من أول لحظة، ألا وهي ضد الظالم، كلمة حق أردنا فيها أمام سلطان جائر. أخي أبو عبد الله، بالنسبة للعشائر يعني بغيتها وأهدافها نبيلة. إذا رجعنا للحلف الفضول، حلف الفضول كان قبل الإسلام، صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيت لحلف الفضول لكنت لأجبت. نعم. فالعرب بغيتها هي واضحة، عندك اليوم حلف الناتو، حلف الأطلسي، حلف فارسك، هاي أحلاف مصالح عن دولية بس، إنما العرب هي مصالح حلفها هو دفاع عن المظلوم، تلبي لهفة المضطر، وتجيب يعني اللي عنده مثلا إغاثة. هذا الأمر نحن ساعيله من البداية، والحمد لله رب العالمين الله مكننا وتكلمنا بغيتنا، ولكن الثورة هدفها السامي حققناه، ألا وهي الصدع أمام سلطان جائر. يعني الثورة بحد ذاته هدف وليست وسيلة. أيوة. ولكن في مخرجات عندك أنت، هالمخرجات هاي الله سبحانه وتعالى مكننا بها، وراح يتم العمل إن شاء الله بالأيام الجاية، والنصر حليفنا بإذن الله. ليش أبو عبد الله؟ إحنا إن شاء الله نقول إيدنا وحبلنا بيد الله، ونعم، وهذا النظام البائد كان مش حبل روسي والروافض، حبل الله أمتن من حبل الناس، لا شك لا شك، والناس سبحانه وتعالى يكون النصر حليفنا. الأمر الآخر، إذا تكلمنا بمستوى العام على العشائر وتقديمهم للنصرة الملهوف، يعني أنطيك مثال وليس بالحصر. نعم. أول ضابط انشق من الجيش السوري من بيت هرموش من جبل الزاوية، ما حد آوى عائلته، طبعا خوف، كان الجيش منتشر والأمن يطلع ويداهم. نعم. إلا قرى شحشبوا، وما أقدر أسميك القيرة حتى ما أنظم القرى الأخرى. نعم. الأمر الآخر، في عندك كانت يعني ثلاث قرى هن رأس الثورة بجبل شحشبه. نعم. للأمانة راشة، جب سليمان، منير، ولا هون ولا هون بالقرى الأخرى، يعني كلها قدمت وساهمت، ولكن هاي كانت يعني يقولون يعني مأوى الكل خائف، والكل قيادة الثورة بيام الجيش كان منتشر في البدايات، في البدايات. نعم. وأبو سعيد الحموي شاهد على ذلك، وقت إن كان يطلع من هذه القرى باتجاه الأراضي التركية، شايف شلون؟ نعم. حتى يتم يعني استخراج الضباط المشقين بسلام وبأمان للحدود التركية. صدقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا النصر والتمكين، وإحنا إن شاء الله يعني نقول أن قبائل وعشائر قدمت اللي عليها الواجب، ألا هو الواجب الأخلاقي والديني، نصرة المظلوم، وشعبنا انظلم عيدها الظالم وتعرض المكائد ودماء أباح دماء أو أباح أعراضه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون إحنا وقفنا في مركب الحق إن شاء الله. الله يجزيك الخير يا أبو إسماعيل، إن شاء الله يكون النصر حليف الشعب السوري إن شاء الله بإذن الله، نصر سبحان ذلك إن شاء الله. حياك الله. طبعا المجالس العربية والدواوين ما تخلى من الشعر والقصيد اللي هي فاكهة المجلس والشواهد. نعم. أخونا أبو منجد اليوم في هذه المضافة الكريمة الطيبة بده يتحفنا بشيء مما يسعف فيه أو تسعف فيه ذاكرته. أيوة. حياك الله يا أهلا وسهلا بكم يا أخون. بزمانات أبو عرب نزلت على مي. نعم. راحن هالبنات يردن على هالمي، لقن سيف على هالدرب. نعم. جن لعند هالهن، هذه تقول لي وهذه تقول لي وهذه تقول لي، قال راح نروح لعند شيخ العرب نقطع هالسالفة. نعم. راحوا لعند شيخ العرب، قال لهم أنا ماني قد هالسالفة، بدنا نروح لعند العارفة. نعم. راحوا لعند العارفة، جل عارفة طلب هالبنات، بنات هالعرب. نعم. جن راح لعند العارفة، فاتن على المحرم، جفات عليهن العارفة، قال لهن مرحبا يا بنات الجاويد، قال له يا هلابك، قال له انت من اي العمام، قالت له اني اهلي اللحجوا يفكون. ونعم. والجت الثاني قال له انت يا بنت اخوي من اي العمام، قالت لهم اهلي
انولوا ويعفون. والله ونعم. جاء الثالثة قال له وانت يا بنت اخوي من اي عرب؟ قالت له اهلي انمدوا صيانيهم يشبعون. نعم نعم. والله عاود العارفة على اهلهن. قال لهم الي حزر هالحزيرة السيف له. نعم. يعني هن تكافئن بالسوالف ما قدر يفرق بيناتهم. ايوه هو فهمها فهم السالفة وعرف عاد لمن يكون السيف. نعم. جا حزر اهلهن. نعم. الثلاث قال لهم الي حزر السالفة السيف له. نعم. اجى عاد واحد وانه يقول العفو عند المقدرة. السيف يطلع للي يعفي. ايوه. انوله. انوله يعفي. من اللي عارفه والله. قال العفو عند المقدرة. عاد خذته هالبنت اللي اهلها انوله ويعفون. يعفون والله ونعم. نعم منهم. صح شرك يا ابو منجد. الله يسلمكم. يا هلا بكم. حياك الله يا ابو منجد، حياك الله. اعزائي المشاهدين والمستمعين، في الختام لم يبق لنا إلا أن نشكر جميع الأخوة المتواجدين والمستمعين والمشاهدين، وإلى حلقة جديدة من برنامج ملتقى النشامى راديو الثورة، أترككم في رعاية الله وحفظه. أهلا وسهلا بكم يا نظر عيني، يا نظر عيني، مرهون قلبي بكم يا أهل الحامية، يا أهل الحامية.